المرأة المصرية. وأنا ما أعرفش الدكتورة هالة وزيرة الصحة، هل هيبقى عندنا فرصة إن إحنا ندرس بعد ما نخلص الموضوع ده إن إحنا نقدر نعمل، أنا ما أعرفش، مش عايز أظلمك معايا وأظلم الوزارة، هل نقدر نعمل مسح طبي للموضوع دوت؟ بنقدر جهود الرئيس السيسي لدعمه الكبير للمرأة المصرية، وأنا كطبيبة عندي إحساسين في الموضوع ده. الإحساس الأول كوني اني امرأة مقدرة في بلدي، واحساس التاني اني كطبيبة عارفة الامراض اللي اصابت المرأة المصرية في الفترة الاخيرة. ما كناش عارفين نعمل ايه لحد ما الرئيس السيسي هو اللي سأل علينا. وانا بشكره جدا انا وستات مصر كلها. انا سني في العشرينات، فكل ما الكشف بيبقى بدري كل ما نسب الشفاء بتبقى اعلى. الكشف المبكر ده كان رفاهية للي قادر عليه، دلوقتي بلدك بتقدمه لك وببلاش، وبيعلمونا كمان ازاي نتابع نفسنا طبيا. من مهام المبادرة تدريب الفتيات والسيدات على السلف اكزامينيشن او الفحص الذاتي علشان نفضل مطمنين عليهم طول الوقت، ونعلمهم امتى يشكوا عشان يرجعوا لنا فورا. واحنا موجودين، احنا بقينا بنروح وزارة الصحة عشان نطمن مش نتعالج. كنا زمان بنستهدف المرضى علشان نعالجهم، دلوقتي بنستهدف السليم كمان عشان نعلمه ازاي يفضل سليم. وهي دي النقلة الجديدة لوزارة الصحة. أنا شاركت في حملة 100 مليون صحة، ولما اتعملت مبادرة المرأة شاركت فيها والحمد لله. ناس كتير راحت قدامي بسبب إن ما كانش في حملة زي دي. في سيدة جت في مبادرة صحة المرأة بالكشف عليها لقينا سكرها 450، فبسألها ليه حضرتك يا مدام ما خدتيش النهارده دواء السكر؟ فقالت لي أنا أصلاً ما عنديش سكر. صدفة بالنسبة لهم، ما كانتش صدفة بالنسبة لنا، لأن هدفنا الاكتشاف المبكر. صباح الخير، اهلا بيكي في مبادره دعم صحه المراه المصريه. حضرتك عارفه الخطوات اللي هنعملها لك النهارده؟ حضرتك احنا هنسال حضرتك 27 سؤال، هنعمل لك وزن وطول، هنعمل لك قياس ضغط، وهنعمل لك قياس سكر، ومع حضرتك البطاقه. اخذت مني البطاقه وسجلتها، بعد كده سجلتها على الموقع الالكتروني، بعد كده قست الضغط والسكر ووزنتني وقست الطول. احنا هنا بنستقبل السيدة اللي جاية من أماكن الفحص المبدئي، بنعيد فحصها تاني في عيادة صحة المرأة. لو احتاجت أي فحوصات زي السونار والميموجرام بنعملهم، وكل ده بيقدم بالمجان. الكشف الأولي اللجنة الطبية عرفت مني إن أنا عندي أمراض وراثية، فحبيت إن أنا أجي وأتابع وأطمئن. لو كانت الحملة دي من زمان اتعملت كان ممكن ناس من عيلتي كنا نلحقهم، وأنا بسببهم أول ما الحملة نزلت أنا نزلت عشان أطمن، وبإذن الله أنا ألحق. إن المرأة المصرية أثبتت جيلاً بعد جيل وعلى مدار التاريخ المصري الطويل أنها طرف أساسي في معادلة الوطن. هنهاجم قبل ما يهاجم. حافظ على الفرحة في حياتك. مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية